كلكم تبقوا لابسين كمامات رفيعة، ترفعوني يعني ما تبصوش لي أنا، علشان أنا عايزة أتكلم في صوت يكون واضح. كله يرفع الكمامات يا جماعة عشان في حالات زيادة كتير، وده قرار يعني اللي مش هيلبس الكمامة ما يدخلش القاعة أساسا. كله يرفع الكمامة لو سمحتوا بسرعة، يلا المفروض تتابعوا يعني القاعة كبيرة وانتوا قاعدين برضو ملزقين جنب بعض، يعني المفروض بعد كده تسيبوا كرسي كرسي وانتوا قاعدين. المحاضرة النهاردة هنكمل محاضرة المرة اللي فاتت اللي كنا بدأناها، كانت عن ايه؟ حد قراها او اطلع عليها؟ ولا عشان مش داخلة في الامتحان مش كده؟ احنا كنا بنتكلم على ايه المرة اللي فاتت؟ على البوليسي تريانجل، وقلنا يعني ايه بوليسي ويعني ايه بابليك بوليسي ويعني ايه هيلث بوليسي والفرق ما بينهم، ودينا اكزامبل على البابليك وقلنا دي سياسات عامة تخص حاجات ايكونوميك في الدولة او انفيرومنتال او في الترانسبورتيشن، حاجات عامة مش حاجات تخص الهيلث. طيب لسه بنسخن بس لسه ماشي. نعم لا هو كان في مشكله في الساوند سيستم، كان في سوء صدى وبعدين زميلكم لعب فيه وتحسن. هو بس علشان الصدى اللي هو اللي كان موجود في القاعه. اخذنا البوليس تريانجل وقلنا ان هو عباره عن ثلاث حاجات. اول حاجه فيهم كانت ايه؟ في السنتر قلنا الاكتور اللي هم البوليسي ميكر المسؤولين عن تكوين البوليس، وفي كمان الكونتنت والبروسيس والكونتكست. الكونتكست اللي هي الظروف المحيطه او الفاكتورز افكتنج البوليسي ميكينج. النهارده هناخد الكونتكست او الكونتكستوال فاكتورز ذات افكت البوليسي. الكونتكستوال فاكتور في اي مكان بيبقى عباره عن اربع محاور دول، في جزء بيبقى سيتويشنال، في جزء بيبقى ستراكشرال، وفي جزء بيكون كالتشرال، وفي جزء بيكون انترناشونال او اكسوجينس يعني جاي من الخارج، ظروف خارجية يعني. أول واحدة هناخدها اللي هي situational factors. ال situational factors من اسمه، كلمة situational يعني إيه؟ يعني حاجة مش دايمة، حاجة مش permanent، حاجة عابرة، بتحصل بصورة يعني نادرة أو accidental مش موجودة على طول. situational factors are more or less transient، يعني حاجة مؤقتة، impermanent غير دائمة. or idiosyncratic يعني رد فعل غريب او حاجه غريبه مش موجوده على طول. conditions which can have an impact on policy زي الwars والdroughts اللي هي الحاجات الكوارث الطبيعيه فيضانات وكده. دي من ضمن الامثله على situational factors. these are sometimes called focusing events يعني بتبقى حاجات بتلفت نظر انتباه العالم كله، بتبقى حدث مش موجود على طول وملفت وبنسميه focusing event. This may be a specific one-off occurrence such as an earthquake زي ما يكون مثلا حصل زلزال مدمر في مكان معين which lead to changes in hospital building regulations عمل مشكلة في المباني نفسها بتاعة الهيلث سيستم or much longer diffused public recognition of new problems. يعني ايه الجملة الأخيرة دي؟ يعني عمل مشكلة في البابليك ريكوجنيشن للنيو بروبلم، دي مشكلة جديدة حصلت والناس لسه ما استوعبتش حدوث المشكلة دي. الإكزامبل عليها ايه؟ زي زمان من 20-30 سنة لما بدأ يحصل الـ HIV epidemic، وزي دلوقتي لما حصل الـ epidemic ايه؟ of COVID-19 which took time to be acknowledged as an epidemic on a world scale. خدنا وقت على ما فهمنا ان ده epidemic واخترته ايه؟ والريسك فاكتورز بتاعته ايه وايه الحاجات اللي بتؤدي الى المورتاليتي ريتس. ريجارد نيو تريتمنت اند كنترول بوليسيز. الاكزامبل هنا ان لما ظهر الايدز بقى ايه اللي حصل في الهيلث بوليسيز اللي موجوده في الاماكن اللي ظهر فيها؟ ان بقى في تشينج في البوليسي بتاعت التي بي تريتمنت. ليه؟ لان في انتر ريليشن شيب اوف ذا تو ديزيز، وجدوا ان في علاقه بين الناس المصابين بالتي بي والناس اللي ممكن والريسك فاكتور ان هم ممكن يجي لهم اتش اي في. الاثنين بقى في بينهم علاقه، ايه العلاقه دي؟ بيبول هو ار اتش اي في بوزيتيف الناس اللي عندهم ايدز ار مور سسبتبل تو ديزيز، سهل جدا ان يجي لهم التي بي، لان احنا قلنا التي بي ده اللي هو الدرن او السل ده مرض كرونيك بيقعد فتره طويله جدا ليتنت او كامل على ما تظهر الاعراض بتاعته، ممكن يقعد الانسان مصاب 20 سنه او 15 سنه من غير ما يظهر عليه اعراض.
وجدوا ان الناس اللي عندهم اتش اي في دول بيبقوا ايه اميونو كومبرومايزد، فبيظهر عليهم الاعراض ايرلي. خلاص كمان ليتنت تبركلوز مي بي تريجرد باي اتش اي في. يبقى من السيتويشنال فاكتورز اللي اتكلمنا عليها ان ممكن يحصل بتبقى اولا فوكسنج ايفنت، امثله عليها زي الايرث كويكس او اي ايبيديمكس نيو حصلت في الكوميونتي واخذ وقت على ما استوعب الايبيديمك ده والريسك فاكتورز بتاعته، وده من ضمن الفاكتورز دي من ضمن الحاجات اللي بتاثر على الهيلث بوليسي. ودينا اكزامبل عليها في الايدز ايبيديمك والافكت بتاعه على الناس اللي عندهم تي بي انفكشن. ده سيتويشنال فاكتورز. الفاكتورز اللي بعد كده اللي هي ستراكشرال فاكتور. الستراكشرال فاكتورز من اسمها ستراكشرال يعني ايه؟ يعني ضمن المكونات بتاعت المجتمع. Are relatively unchanging element of the society. يبقى التانية كانت transient لكن دي unchanging element of the society. They may include the political system. النظام السياسي اللي موجود في المكان اللي احنا هنعمل فيه الهيلث بوليسي. يبقى البوليتيكال سيستم من ضمن الستراكشرال فاكتورز اللي بتأثر على الهيلث بوليسي. And the extent to which it is open or closed, and the opportunities for civil society اللي هي المجتمعات المدنية اللي احنا اتكلمنا عليها أو المنظمات اللي هي الغير ربحية إن هي تشارك في policy discussion and decision. النظام السياسي في أي دولة ممكن يكون نظام ديمقراطي أو نظام قمعي بيشجع على التدخل في الهيلث بوليسي دي ولا لا. المنظمات المجتمعية أو منظمات المجتمع المدني بتشارك في القرارات بتاعة الهيلث بوليسي ولا لا، فده من ضمن المؤثرات الستراكشرال اللي بتأثر على الهيلث بوليسي فورميوليشن. تاني حاجة التايب اوف ايكونومي اند امبلويمنت بيز. طريقة يعني اقتصاد الدولة شكله عامل ازاي، والامبلويمنت بيز يعني التعيينات بتاعة الناس اللي احنا محتاجينهم في النظام الصحي زي النيرسز زي الفيزيشن. في دول كتيرة بتدي رواتب سيئة جدا للفئات دي، فبالتالي الشباب بيعملوا ايه؟ بيسيبوا الأماكن دي وبيهاجروا. هو ايه طبعا؟ بيسيبوا الأماكن دي وبيروحوا يعملوا ميجريشن لدول تانية فيها شورتج وبتدي رواتب أعلى. ده هيأثر على الهيلث بوليسي فيما بعد ولا لأ؟ في الآخر مفيش هيلث كير بروفايدرز. يعني حصلت عندنا في مصر أيام الكوفيد بقت الدكاترة مفيش ريسورسز كويسة ليهم، مفيش أي بروتكتيف إكويبمنت في المستشفيات، بياخدوا رواتب ضعيفة، شغلهم فيري هارد، فعملوا إيه؟ قدموا استقالات كلهم. كل الأطباء اللي في فترة التكليف قدموا استقالات وهاجروا لأمريكا. فتقوم وزارة الصحة تعمل إيه؟ مش تحسن الرواتب، مش عارفة ماله. وزارة الصحة عملت إيه؟ ما حسنتش الرواتب، قالت لأ إحنا الطب بيدرس 5 سنين ويتخرج على طول عشان إحنا محتاجين أطباء كتير. يعني هي ما حلتش مشكلة الأزمة اللي عندها، هي لقت حلول مؤقتة. ماله ده؟ الحاجات دي لقيت حلول مؤقتة وما حلتش المشكلة الأصلية من جذور. قالت إن الأطباء يتخرجوا بعد 5 سنين ويشتغلوا في وزارة الصحة على طول وياخدوا 2 سنين امتياز تدريب وتكليف، والصيادلة كمان يدرسوا 1 سنة إضافية بشروط معينة ويتخرجوا كأطباء لأن هم محتاجين عدد كبير من الأطباء. طب ما أنت عندك أطباء أصلاً بالملايين، طب ما تحسن وضعهم وهم هيقعدوا. فتفكير بيبقى يعني أحياناً غريب شوية. فدي من ضمن الحاجات اللي هي type of economy and employment base. demographic features. الصوت راح تاني. demographic features for example countries with aging population have a high hospital and the drug cost for elderly as their needs increase with age. ده موجود في موضوع اللي هي يعني أنا عندي في مصر مثلا لما باجي أعمل بندفع خدمة كده للأطباء عشان نعمل زي تكافل أو تضامن علاجي للأطباء، اكتر حاجه بدفعها للوالد والولد اللي هم الكبار في السن. ليه؟ لان هم عارفين ان هم هيستفيدوا من الخدمات دي باسعار اعلى، محتاجين خدمه اعلى، ادويتهم غاليه، الهيلث كير بتاعتهم عاليه، فبيروحوا رافعين سعر المبلغ اللي احنا هندفعه ليه. دي موجوده برضو في كل الدول اللي عندها مشاكل اقتصاديه. يبقى الديموغرافيك فيتشر والتايب اوف ايكونومي اند امبلويمنت بيز والتكنولوجيكال ادفانس. التكنولوجيكال ادفانس ده اثر علينا في الفتره الاخيره ازاي؟ ان معظم الدكاتره دلوقتي عشان في تكنولوجيا عالي في الطب بقوا بيستسهلوا ان البيشنت او الفيميلز تولد سيزيريا.
في تكنولوجي ومش خايف، هو شايف البوزيشن بتاع البيبي ومتابع الفايتال ساينز بتاعته، فبيستسهل ان هو يدخلها على طول على غرفه العمليات وتولد سيزيري. كمان الفيميلز استسهلوا الموضوع ده عشان فاكرين ان هو افضل لهم وان هو بيقلل الاحساس بالليبر بين، مع ان ده غلط جدا. فدي من ضمن مساوئ زياده التكنولوجي او التكنولوجيكال ادفانس. ما عادش بقى عايز ياخد ريسك ان في طفل نازل مال برزنتيشن بالمقعده او الهيد بتاعته مش انجيجد فيحاول معاه، لا على طول دخل سيزيريان ويولد البيبي بعمليه علشان كمان فيها مكسب للمستشفى وللطبيب. كمان في الفاكتور الاخير من الاستراكشرال فاكتور اللي هي الناشونال ويلث. يعني ايه الناشونال ويلث؟ وضع الرفاهيه بتاع الدوله. يعني في احنا نقارن مثلا دولنا العربيه بدوله زي السويد، الخدمات اللي بتتقدم هنا زي الخدمات اللي بتتقدم هناك؟ اكيد لا. فالناشونال ويلث بتاع كل دوله بيختلف، وبالتالي ده بيأثر على طبيعه الهيلث سيرفيسز اللي بتتقدم في كل دوله. طب انا صباعي وجعني من الضغط على ال... مفيش حد معاه بطاريات يا جماعه؟ بطاريات؟ والله يا اخي كان اللي هي الكالتشرال فاكتورز اللي بتاثر كمان على الهيلث بوليسي فورميليشن. امثله على الكالتشرال فاكتورز زي حاجه اسمها فورمال هيراركي اوف ذا كونتري. يعني ايه فورمال هيراركي؟ تسلسل هرمي بتاع التوظيف. يعني في دول بيبقى فيها تسلسل هرمي ان الناس اللي هم يرؤوسوا اي مكان بيتعينوا تعيين مش بالانتخاب، مش باختيار الشعب، فبالتالي ما حدش بيقدر يحاسبهم بعد كده. يعني هو متعين زي ما يكون يعني ايه حاجه موروثه بالنسبه له، معروف ان اللي جاي ده هو اللي هيبقى بعديه واللي جاي ده هو اللي هيبقى بعديه، مش بالكفاءه او مش بالانتخاب، ده المقصود بيها. وبالتالي انا ما بقدرش احاسب الناس دي، فده طبيعي بيأثر على الهيلث بوليسي فورميليشن. ثاني حاجه وجود ethnic minorities اللي هي الايه؟ الاقليات العرقيه. لما بتبقى موجوده في اي مكان زي احنا مثلا لما بنسافر بره بنبقى اقليه بالنسبه للدول الاوروبيه. كمان اللينجويستيك ديفرنسز، الاختلاف في اللغه، بتخلي الناس دي ما بتاخدش الخدمات الصحيه المناسبه ليها، اما لانه مش عارف حقوقه في المكان ده، او زي تمييز عنصري، انت ليك مثلا تامين صحي بوضع معين والناس الثانيه بيكون ليها تامين صحي بوضع افضل. فهم ما بيبقوش عارفين الرايتس بتاعتهم في ان هم ليهم خدمات صحيه معينه، او الخدمه اللي بتتقدم لهم ما بتناسبش النيدز بتاعتهم، لان هما مش نفس الجنسيه بتاعت الدوله اللي هما عايشين فيها. دي معنى كلمه linguistic differences او الethnic minorities. In some countries where women cannot easily access health services. بعض الاماكن اللي هي ما فيهاش تطور قوي الفيميلز ما بتعرفش تروح تاخد الخدمات الصحيه، لان هي لازم تطلع باذن ايه؟ الزوج، ولازم الزوج يكون معاها في وقت تعاطي الخدمه الصحيه. وممكن تكون ليها كمان فاكتور اللي هي زي الريليجيوس فاكتور، ان هي ممنوع تروح لطبيب ميل مثلا علشان يفحصها، لازم تروح لحد في ميل، فده بيأثر بطريقه او باخرى على الهيلث بوليسي فورميشن. كمان في حاجه اسمها ستيجما. يعني ايه ستيجما؟ العار، وصمه العار بتاعه الديزيز. يعني في امراض كده لما الواحد يصاب بيها الناس بتنظر له نظره كده مش كويسه، زي ايه؟ الايدز. مع ان في حالات كتيره ايدز جايه لهم من المستشفيات، من البلاد بورن ديزيزز. في كمان التي بي، يعني في ناس بتصاب بتي بي على شكل عدوى، وهي بيبقى وصمه عار للشخص ده ان هو فقير. يعني ان كان معروف زمان ان اللي بيجي لهم تي بي الناس اللي هم لو سوشيو ايكونوميك ستاندر. كمان في حصلت ايام ايه وصمه العار دي؟ ايام الكوفيد. بقى اللي يجي له كوفيد بيخبي وخايف من الناس، لحسن مثلا يحصل عنده حاله وفاه. احنا حصل عندنا في مصر الناس ما كانتش راضيه تدخل الميت بكوفيد ده تدفنه، بقوا يقفوا لهم عند المقابر. يعني تخلف عقلي. يعني
يعني واحد يتوفى ومتاخد عليه كل اجراءات التعقيم وبرضه الناس بتعتبرها يعني وصمه عار ان هو جاله الكوفيد ده جربه محدش يجي ناحيته. فالحاجات دي بتاثر كمان على البوليسي ميكنج او البوليسي فورميليشن. في حاجات كتيره كالتشرال، في حاجات سوشيال معتقدات كده عند الناس، في حاجات دينيه برضه. زي مثلا لما اجي اتكلم عن فاميلي بلاننج في قرى الصعيد عندنا هو بيحرموه او بيقولوا عيب او يعني ما ينفعش ان انا اجيب طفلين. فالمعتقدات او الثقافات اللي عند الناس كمان بتاثر على البوليسي بلان. Structural. ثاني حاجة قلناها إيه؟ structural. وثالث حاجة culture. culture يعني من culture بتاع الكوميونتي. قلنا في حاجة اسمها formal hierarchy. وقلنا دي important في health policy formulation اللي هي التسلسل الهرمي الرسمي اللي موجود في الدولة. في وظائف كده بيبقى ليها تسلسل هرمي. يعني في رئيس وفي مرؤوسين وإن هو بيجي جبرا بالواسطة أو بالتعيين ما بيجيش بالانتخاب. فقلنا ان دول اللي في قمه الهرم صعب ان انا احاسبهم او اعاقبهم لو حصل اي تقصير منهم. البوزيشن اوف اثنيك ماينوريتيز اور لينجويستيك ديفرنسز يعني اماكن في مكان بيبقى فيه اقليات فيها تمييز عنصري سواء من اختلاف اللغه او اختلاف العرق اللي هو الاثنيك، دول بياخدوا خدمات قليله يا اما لانهم مش عارفين حقوقهم او لان في خدمات بتتقدم لهم don't meet their particular needs ما بتتقدمش على حسب احتياجهم. وقلنا كمان الومن عندهم مشكلة في بعض الأماكن إنه مش سهل الوصول للخدمات الصحية لأن هي لازم تكون مصاحبة لزوجها. وفي أزواج بيمنعوا زوجاتهم إن هم ياخدوا رعاية صحية لو هي مثلا رايحة لطبيب أو لو هي رايحة لجنسية مختلفة أو ديانة مختلفة، فدي بتأثر على الخدمات اللي بتوصل لبعض الفيميلز. كمان في حاجة اسمها ستيجما، قلنا ستيجما دي يعني ان الانسان لما يصاب بمرض معين بيجي له حاجه اسمها وصمه عار او بيبقى موصوم زي ما بيحصل في ديزيز التي بي والاتش اي في. يعني الايدز اللي بيصاب بيه انسان في ناس بتفكر ان هو نتيجه سيكشوال بيهيفير، هو لا، ممكن يكون اصابه من مستشفى اتنقل له دم ملوث او عمل عمليه جراحيه فيها دم او فيها ادوات مش معقم. وكمان زي ما حصل ايام الكوفيد برضه كانت الناس بتبقى حاسه بالخجل ان جالها الكوفيد انفكشن. فده طبعا من الحاجات اللي بتاثر على البوليسي فورميشن. اللي بعدها بقى اخر حاجه في حاجه اسمها انترناشونال اور اكسيجينس فاكتورز. لما بنيجي نعمل اي بوليسي في اي مكان في اكسترنال فاكتورز بتاثر علينا شئنا ام ابينا. حتى لو انا قراراتي من داخل المكان او انا المسؤوله عن الهيلث بوليسي بتاعتي في فاكتورز تانية مؤثره علينا، زي مثلا ما حصل ايام الايراديكيشن اوف بولي في كل الدول العربية كانت القرار إيه داخلي، ولكن في دعم وفي مساعدة من منظمات خارجية زي الـ WHO. كمان أنا ممكن أعمل كنترول عندي وواحد بس يجي من بره شايل الديزيز يجيب لي الانفكشن داخل الدولة اللي أنا عايش فيها زي ما حصل أيام الكوفيد. إحنا ما كانش عندنا في الأول كورونا، لكن جات لنا منين؟ من اللي كانوا مسافرين من الصين ومن الدول الأوروبية. فأي هيلث بوليسي بتتأثر بحاجة اسمها اكسوجينس فاكتورز. زي كمان الأزمات الاقتصادية العالمية، ما هذه exogenous factors بتأثر علينا إحنا كمان كدول نما. طيب هناخد بس activity على الفاكتورز دي. consider إن في HIV أو AIDS عندنا وفي عايزين نعمل HIV policy in your town. Identify some contextual factors that might have influenced the way the policy has developed. يعني لو احنا عايزين نتكلم عن الكونتكستوال فاكتورز بالطريقه اللي احنا قلناها في سيتويشنال وفي ستراكشرال وفي ايه؟ كالتشرال وفي اكسوجينس. فاحنا عندنا مشكله اتش اي في وعايزين نعمل لها هيلث بوليسي، عايز ادرس الفاكتورز اللي ممكن تاثر عليها. لو انا بتكلم على سيتويشنال فاكتور ممكن يكون ايه؟
انا قايلها لكم في السلايدز، بس هل انتوا عندكم مثلا افكار تانية؟ ايه situational factors اللي ممكن تحصل عندي؟ بالنسبه لايه؟ للايدز. ما هي situational factors قله التعقيم دي حاجه اكسيدنتال او حاجه حدث جلل حصل مثلا فقام اثر على البوليسي ميكنج. نعم. طب دي هتاثر عندي على البوليسي بتاعه الايدز ازاي؟ نعم. هتاثر حتى على المكان اللي انا ممكن اخد منه اقدم منه الخدمات بتاعه الايدز. هتعمل اتراكشن للبريوريتيز بتاعتي، يعني انا في ايه ولا في ايه؟ انا مثلا ههتم بالناس اللي توفوا في الايرثكويك او في الفيضان، ولا ههتم بالناس اللي عندها ايدز؟ دي نقطه. النقطه الثانيه زي اللي انا كاتبها لكم في السلايد، ايه؟ ان حد مشهور يتوفى بالايدز او يصاب بالايدز، نقوم ايه؟ نبدا نلتفت للمشكله. يبقى من الحاجات اللي ممكن تبقى مهمه او سيتويشنال فاكتور ان حد مشهور ممكن يحصل له اصابه بمرض الايدز او يحصل له ديس بسبب الايدز. ممكن مثلا في وقت معين يوقفوا تصدير ادويه معينه انا محتاجها، بس دي هتبقى اكسوجينس فاكتور اكتر او اكسترنال فاكتور. نعم. لا، هي مش هيريديتري، هو مش بيتنقل ترانس بلاسنتال او جينيتك، هو بيتنقل سيكشوال، فده ممكن يكون سبب من الاسباب. ما هوش وراثي، مش مرض وراثي. دكتوره، ما راح تخلف؟ انا صراحه مش متذكره اذا كان بيتنقل ترانس بلاسنتال ولا اثناء الليبر ولا لا، بس هو مش مرض وراثي، مش جينيتك يعني. ممكن بيحصل اصابه اثناء الليبر لو الدكاتره ما خدوش بالهم او ما كانش فيه هيلث كير معين، لكن انا مش متذكره بصراحه طريقه النقل بتاعه ايه او العدوى ايه. طب هات السلايدز عشان نسرع الوقت. يبقى في سيتويشنال فاكتور زي ما قلنا، في ستراكشرال فاكتور، وفي كالتشرال، وفي انترناشونال. يبقى انا لما اجيب لك اي هيلث بوليسي واقول لك اذكر الفاكتورز اللي ممكن تاثر عليها، المفروض ان احنا نقسمها بالطريقه دي. فالسيتويشنال فاكتور في كذا سبب، بس من ضمنهم الديس اوف ا فيموس بيرسون اكنولجد بابليكالي ديو تو ايدز، يعني حد مشهور حصل له المشكله دي فبالتالي بدانا نهتم بيها كهيلث بروبلم. طيب بالنسبه للستراكشرال فاكتور اللي هي ايه؟ احنا قلنا من ضمنها البوليتكس والبوليتيكال سيستم. لو انا في رول للميديا ان بابليسايزنج اور نوت ذا ايدز ابيديميك، يعني ايه؟ يعني هل في يعني حريه للاعلام ان هو يقول مشاكلنا ويعرضها للناس بكل شفافيه ولا لا؟ فدي من ضمن الحاجات اللي بتبقى من ضمن الفاكتورز اللي بتاثر على الهيلث بوليسي، وده بيعتمد على البوليتيكال سيستم اوبن ولا كلوزد، في ديمقراطيه ولا في ديكتاتوريه. طيب كالتشرال وانترناشونال. كالتشرال زي ايه؟ كالتشرال لسه احنا قايلينها، زي الاستيجما. الاستيجما اللي بتحصل من الاصابه بالايدز دي من ضمن الفاكتورز اللي ممكن تاثر على الهيلث بوليسي بتاعتنا. كمان دور رجال الدين فان هم يوعوا الناس من ازاي طريقه العدوى بالايدز وازاي نحمي نفسنا منها والسيكشوال بيهيفير الصح يكون ايه، فده كمان من ضمن الفاكتورز الكالتشرال اللي بتاثر على الهيلث بوليسي. طب في حاجات انترناشونال او اكسوجينس زي ايه؟ الرول اوف انترناشونال دونرز، الناس اللي بيتبرعوا علشان يعملوا دعم او يدونا فند علشان ننفذ البرامج بتاعه الايدز كنترول او الايدز بريفنشن. تمام؟ طيب نكست، هي دي اخر حاجه في السلايد. في محاضره احنا كمان عملناها، ممكن نبدا بس فيها بكام سلايد. ده احنا قلنا هي مش داخله في الامتحان بس احنا جينا خلاص. نعم. طبيعه الاسئله اللي بنقولها من اول السنه ام سي كيو، هيجي لك خمس خيارات وتختار تقرا راس السؤال كويس تفهمه. بيجي لك خمس خيارات، الام سي كيو بيبقوا خمسه وتختار منهم واحد. الواحده دي غالبا بتبقى الاختيار الصحيح. أو نعم؟ ما في إيه؟ لا لا لا، ترو أو فولس. لا، إحنا بندخل الامتحان على